أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تسلم الهولندية فيفيان فان دي بيري مهام عملها كنائبة لرئيس البعثة خلفا للألمانية دانييلا كروسلاك. وقالت البعثة في بيان إن فيفيان تمتلك خبرة مهنية تزيد عن 25 عاما في العمل مع البعثات الميدانية للأمم المتحدة. وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهولندية فيفيان نائبة لرئيس أونمها في الحديدة قبيل أيام من اعتماد مجلس الأمن تجديد ولاية البعثة لعام آخر.